تزينت المحلات التجارية في وسط العاصمة التونسية بمظاهر الزينة وشجيرات عيد الميلاد للاحتفال برأس السنة أو سهرة ريفيون، وشهدت أسواق المدينة العربية مثلما يلفظها التونسيون إقبالاً كثيفاً. وكذلك تنشط متاجر الإكسسوارات والملابس لإهداء بعضهم البعض. أما في الجزائر فيفضل المواطنون قضاء هذه الليلة المميزة من العام في الصحراء الساحرة والدافئة، وقد احتلت ولاية تيميمون الصدارة من حيث الطلب لما تكتسبه من موقع مهم في الاحتفالات برأس السنة الميلادية، منها الحفلات الفلكلورية التي تقام في الخيام. كما احتلت ولايات مثل تامن راست وغردية الصدارة لما تعرفه من مناظر ساحرة. مدينة مراقش في المغرب تزينت لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية. شوارع وأسواق وساحات تجهزت تماماً بالورود وسط استنفار للسلطات المحلية لاستقبال الوفود الكبيرة من السياح الذين قرروا أن يحتفلوا برأس السنة الميلادية في المدينة الحمراء. وتجري فعاليات محلية تعكس الهوية المغربية من رقصات وعروض مسرحية وأخرى ثقافية تعكس الصورة الجميلة للمدينة المتفردة بجمالها مقارنة مع عدد من المدن المغربية الأخرى.